عندي بزاف ما درت لكمش حكايه وراني عاودت وليت بقصه تاع واحد العائله الجزائريه بالضبط في بومرداس كل واحد من افرادها ساكن وجن. صباح الخير يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كبر بخير اسكركم نحسكركم بيا جماعه. هبلتوني وقتاش حكايه علاش ما درتناش حكايه الناس اللي ما على بالهمش علاش درت هذه الغيبه. درت لكم فيديو وين تحكموا فيها لمده 24 ساعه قلت لي رحت لدبي ما رحت لدبي. طلقت لكم ديجا فلوق اذا ما شفتوش شوفوه مور هذا الفيديو. والفيديو تاع 24 ساعه تحكموا فيها نورمالمون تجي هاد الجمعه ولكن دومونديتوني بزاف قصص اي قلت لازم ندير لكم قصه على خاطر انا تيلي توحشت هذه القصص. والفيديو تاع 24 ساعه تحكموا فيها نخليوها لهم بعد. على كل حال لي وليت وجبت لكم قصه مره اخرى اللي قدرت تصرى لاي واحد فينا دخلها فيها مشاكل عائليه وهاد العائلة اللي راني نحكي عليها كبرت وجابت ولاد باش فاقوا بالمصيبه اللي كانوا فيها. نتمنى تكونوا واجدين باش تسمعوا هذه القصه. بيان سور ما تسمعوهاش وحدكم، جيبوا صحابكم مع بعض في الشومبره. اذا كان راهم بعاد ديروا بوز في هذا الفيديو، ابعثوا لهم الرابط تاع هذا الفيديو وتفاهموا باش تفرجوها في نفس الوقت. راكم تعرفوا الغنيه هكذا باش تقدروا تقسموا الخوف وسورتو تناقشوا مع الاخر. قبل ما نبداو حبيت برك نقول باللي كاين ناس يقولوا لي علاش تغيب علينا. بالك كاين منكم ما على بالهمش ولكن عندي قناه على نيمو تي في اللي راني يوميا في بث مباشر فيها من 8 حتى 2 تاع الصباح. نلعبوا ارك نلعبوا ماينكرافت نقصروا مع بعض نحكيوا على مختلف لي سوجي والعشره نتفرجوا افلام. اليوم حتفرجوا على كازا دي بابيل فيرسيون كوريا كاين بزاف يشكروها حبيت نتفرجها. روحوا معنا نتفرجوها مع بعض ورانا ما نديروا دي كادو. حطيت كاميرا بروفيسيونال ايربود دوكا عندي ايربود واحد اخر عندي هاتف واحد اخر هادو كامل ليكم وكاين بزاف لي كادو ميم البيسي هذا خاطر نحطوا كادو. والشرط الوحيد لازم تكونوا من العائله هكذا باش نكون ضامن باللي لي يدي هادو لي كادو يكون يستاهل ويحبني. وباش تكونوا من العائله بيان سور لازم تكونوا شي حاضرين ويكون عندكم الباج تاعي مينيموم اخضر تقدروا تجيبوا فيه 5 دقائق بالمجان. الناس اللي حابه تجي تنضم للعائله مرحبا بكم خلي لكم الرابط في الديسكريبشن. اذا كان راكم بالبيسي اكتبوا نيمو بوان تي في حوسوا عليا اكتبوا ار او دي اكس تلقاو القناه تاعي تما. واذا كان راكم بالتليفون تيليشارجيو لابليكاسيون تاع نيمو في الاب ستور ولا بلاي ستور بها 50 ميجا برك ونفس الشيء جماعه حوسوا على اسمي ار او دي اكس تلقاو القناه تاعي تما. ويوميا على 8 تلقاوني في بث مباشر وما تنساوش تفتحوا الحساب الخاص بكم باش تقدروا تتفرجوني وتقصروا معايا في نفس الوقت. مرحبا بكم كامل راح نزيدو نقصروا عليها في اخر الفيديو على خاطر دوكا وقت الحكايه. طفيو الضو جيبوا تبناج يلا. القصة هذه صارت العائلة كاملة ولكن اللي حكتها لي هي البنت الأصغر فيهم كامل راح نسميوها نوال. نوال في عمرها 18 سنة وقالت لي باللي بداية على القصة صارت قبل ما نزيد أنا. القصة بدات كي بابات نوال حبي يتزوج مع يماها. صاروا مشاكل عائلية كبار على خاطرش هذا الأب عنده عائلة ويسكن تاني في الجبل وحبي يتزوج وحدة من المدينة وحدة من الجزائر العاصمة وعائلته نهات هذا الأمر ما كانوش كاع قابلين. سرتو يماه يعني جدات نوال قالت له ما راحش نخليك تزوج مع هذه المرأة على خاطرش راح تديك علينا وعلى بالي راح تضحك علينا على خاطرش حنا من الجبل. وهي في الحقيقة ما كانتش حابه هذا الزواج على خاطرش ولدها يجيب بنسبه كبيره تاع الرزق تاعهم وكانت حابه تحكموا عندها باش يخدم عليها حياتها كامل هو يدير حياته هكذا كبرك. قالت له نشوف لك وحده من الجبل هنا. بيان سور ولدها فري ما حبش قال لها بلي هنا حاب نتزوج مع وحده قاريه ودار واش كان كاين في راسه. ومالغري كاع هاد المشاكل صراو عياط وخلطات وتزوج بها وجابها للجبل باش يسكنوا مع بعض في الدار الكبيره كامل. العلاقه مع الزوج والزوجه كانت هايله على خاطرش تزوجوا عن حب ولكن العلاقه تاع الزوجه مع لافامي تاع الزوج ما كانتش مليحه سورتو كي راهم يسكنوا كامل في دار وحده. كانوا كل يوم يحقروها كانوا كل يوم ياكلوا لها حقها كانوا تاني يضحكوا عليها وجامي كانوا اصدقاء. نوال قالت لي داروا فيها الباطل ولكن يما قلبها كبير وما كانتش دير مشاكل كانت تبكي في صمت على خاطرش كان على بالها باللي قضيه وقت وراح يرحلوا من هذاك الجبل. هذاك المومو الاب شرى قطعه ارضيه في ولايه بومرداس وبدا يطلع فيها فيلا وما فاتش وقت كبير حتى جاه ولد راح نسميوه كريم كانوا كامل فرحانين به ولكن يما كانت تروماركي فايس ماشي ملاح فيها كيما باريزون في الليل وحده يبدا يتنفس بواحد الطريقه وكانه راهو يتخنق. على الاول سرتو في هذاك الوقت ما كانوش يعرفوا كانت حاسبه حساسيه سرتو كيما كان يصرح حتى حاجه موراها وما كذبش عليكم حتى دوكا ما على بالناش وشنو هذاك. على كل حال الزواج البيبي والدار جديده الاب بدا يزير شويه في الدراهم وهنا اللي بداو المشاكل على خاطرش فاميلتو والفوا باللي هو اللي راه يجيب لهم الرزق وتما جاتهم كارثه كيفاش ولا ما يمدلهمش. لحقت لدرجه وين كي كمل البنيان تاع هذيك الفيلا اللي في بومرداس ضرب مع اخوه بالسيوفه على خاطرش خوه كان حاب يدي الحوانت تاع هذيك الفيلا. بطبيعه الحال الاب ما خلاهش وبلا ما نهضروا على العياط اللي صرا معاه هو وخواتاتو باش يديوا له قطعه من هذيك الفيلا. مع هذه المشاكل كامل زاد جاب البيبي الثاني وكانت الطفله اللي راح نسميوها امينه ونفس الشيء مع اخوها. في الليل كانت تنفس بواحد الطريقه واللي تبينها بلي راهي تتخنق. وفي الكوتي تاع خوها كي كبر ولا يهضر شويه يماه في بعض اللحظات هكذا سمعوه يهضر وحده ولا يتمتم وحده. على العموم صرات كارثه قبل ما يهجر من دارهم ولكن الحمد لله خلاوه يروح المشاكل هذو كامل قفلهم لتما كي هجر. بعد الرحله دخلوا في حياه جديده الاب تهنى من المشاكل تاع لافامي ديالو ومام مرتو بطبيعه الحال. وما قلتكمش بلي نوال جابوها قبل الرحله بشويه يعني دوكا الوالدين عندهم 3 دراري.
الدار هذه كانت فيلا كبيره فيها الريتشوسي ايطاج الفوقه وكاين القب تحتها السوسول، وقالت لي تما اللي كنا نديرو السيارات تاعنا. وديتاي صغير برك تحت هذيك الدار كان كاين واد ناشف ولكن ما كان حتى مشكل، يعني عندهم جيران قدامهم ماهمش وحدهم. نوال خبرتني قالت لي باللي على حساب واش كنت نشفى جوزت الصغر تاعها مليح ما كان خاصها حتى حاجه، ولكن قالت لي باللي كاين واحد العفايس صراو اللي مش نورمال وبقاو راه سخين في راسها، كما باريزم خوها كان حاب ينتحر والسبه تاعو كان حاب يعيش مع عمته، يعني اخ الاب. وفي هذاك الوقت خوها كان في عمره غير 16 سنه. راكم تشوفوا ديجا حاجه غريبه جدا، وماشي غير هذه، ما ميمها كان عندها صعوبات باش تقرا الايات اللي متعلقين بالسحر ولا السحره. نوال كان يعجبها بزاف الحال كي تجرح روحها بلا لام، وقالت لي تاني كنت نحب بزاف نريح في المرحاض سورتو في الليل، قالت لي كنت نجوز بزاف وقت في المرحاض. وختها كانت تدير بزاف لي كريز وحاولت مام تهرب من الدار، وهذاك الوقت باباها اللي جامي ضرب ولادو في حياته قلقته لدرجه وين ضربها واحد الضرب اللي غير ربي اللي عالم به. وتاني كانوا دي فوا يسمعوا الجيران فوقهم يمشيو يخبطوا في الارض مع العين باللي ما كان حتى واحد كان فوقهم اي فيلا. وقالت لي تاني ماشي خطره ولا زوج اللي تصرى، يكون واحد وحده في هذيك الدار يسمع اصوات ما على بالوش منين يجيو، وسورتو البيبان يسمعوهم بزاف يتحركوا يتفتحوا يتغلقوا. وجازوا اعوام هكذا وكاع العائله على بالها باللي كاينه حاجه سافا با في هذيك الدار، ولكن ما كان حتى واحد تسبب وجاب راقي ولا حب يرقي الدار. جازوا اعوام حتى لحق الوقت تاع الزواج تاع امينه. نوال قالت لي اختي هذاك الوقت كانت فرحانه بزاف، ولكن بغرابه صرا لها انفصام شخصيه، كنت تضحك تكون فرحانه على خاطرش راح تزوج، دقيقه زوج تسكت تبدا تضرب في البيبان تتغاشى يحكموها دي كريز. وفي الليله تاع عرسها باباها ناضي يعيط ويتوجع كيروحوا عنده تقساو عليه، قال لهم نمت واحد قال لي ياك قلنا لك ما تزوجهاش، وكان يجلد فيه بالحبل وهذاك الوجع حسه مليح. في النهايه اختها تزوجت وكانوا نفس الصعوبات في خطوبه كريم، يعني الاخ الكبير صاروا صعوبات كبار وغير عاديه ولكن جازت. جاز وقت حتى لحق العام وين اكتشفوا فيها الحقيقه الكامله. هذاك العام كان بالنسبه لنوال العام الاول تاعها في الثانويه، وقالت لي هذاك العام كان كارثي. نوال اللي كانت تقرا مليح كانت مجتهده كانت متربيه كانت تمشي على خط مستقيم تبدلت كامل، ولا تبقى برا ما تدخلش تقرا، ولا تكذب على لي بروف على والديها ثاني، ولا مسوفجه وبالتاكيد النقاط تاعها هبطوا، وهذاك العام لاول مره تعاود عامها الدراسي. على كل حال في الصيفيه هذيك جات عندهم اختهم امينه باش تضيف عندهم، وفي واحد الفتره امينه كانت تسبح الصالات تاعها اللي كملتها، وكانت بالضبط في الصالون اللي تحت لاكار، كانت تسبح تسمعوها من البعيد تعيطت واحد العيطه، راحوا عندها يتجاروا ولقاوها مغاشيه. كي نوضوها قالت لهم ما شفتش مليح واش صرا، ولكن اعتقد باللي شفت حاجه غير مفهومه. ولتما كلهم فهموا باللي كاينه حاجه في الدار ماهيش نورمال. هاد المره مزيه جابوا راقي، الراقي اللي جابوه قرا القران لمده 20 دقيقه في هذاك الصالون، ما صرا حتى حاجه، ولكن كي اذن الام تسرعت وطاحت في الارض. شافها هكذاك الراقي اهرب باتم معنى الكلمه، على خاطرش راح وكي كانوا يعيطولو كان يقولوا لهم ما نقدرش نجي، كان يتهرب من هذيك الدار على خاطرش خاف. جابوا راقي واحد اخر اللي كان صاحب كريم الاخ الاكبر، وهذا الشخص نوال تشهد عليه باللي تعب بزاف معاهم، على خاطرش هو السبه تاع اكتشاف السر تاع هذه العائله. على كل حال قالت لي اول مره يرقي صرات عفسه جامي شفناها في حياتنا، كي بدا يقرا القران ويرش في الماء المرقي، الام طاحت في الارض لبعض اللحظات حتى تبدل صوتها وبدا ينطق، وقالت 25 سنه وانا هنا ما تخرجنيش، قلت لهم خرج كي راحت للعمره وما خلونيش. كامل انصدموا من هذه الجمله ومن هذا الصوت من غير امينه الاخت الكبيره، على خاطرش هي الوحيده اللي كي سمعت هذاك الشيء بقات تضحك بلا معنى. بعد عده حصص تاع الرقيه الشرعيه، الراقي هذاك فهم باللي السبه تاع هذه العائله هو السحر والحسد والعين، واكتشفوا ثاني باللي الجن ما كانش غير في يماهم، برك كانوا كاملين مسكونين، بمعنى اخر عائله تاع الجن سكنت في عائله تاع انس، عليها كانوا قادرين يتعايشوا مع بعض، كانوا يصراو عفايس غرام ما بيناتهم، ولكن يجوزوا ويكملوا حياتهم عادي، جامي يقدروا يفطنوا من واش كانوا يعيشوا في الحقيقه. الراقي هذاك كان كل يوم يجي، كان كل يوم يكتشف حاجه، على خاطرش في كل حصه تاع رقيه كان ينطق هذوك الكيان باش يجيب ما عندهم معلومات تاع شكون اللي راهو يدير هذا الشيء ومن راهو يجي هذا الخماج. ولتما اللي اكتشفوا باللي كاين بزاف سحر في هذيك الفيلا، وبطبيعه الحال بداو يحوسوا عليه. كان كريم الاخ الاكبر يقرا في القران ويرش في الدار، حتى لحق لاكاف تحت الارض وين يحطوا الطوموبيلات، بدا يرقي حتى سمع واحد الصوت اللي منه لحمه تشوك وقلع يجري. هذاك الصوت بكل بساطه صوت تاع فلالس. واش اللي خلعو سيكو هذاك الصوت كان يجي من تحت الارض، وتحت الارض ما كان والو، كاين هذاك الواد الناشف اللي راهو مغلوق دوكا امبوسيبل يعيشوا تما الفلالس. في وحده من الحصص وين نطق
الكيان، خبرهم وقال لهم هذوك ولادي وحذرهم باش يقربوا ليهم. وراها لقاو اكثر من 5 انواع تاع السحر، صور، احشاء، الكتابه بالدم، وا وا وا. مانيش حاب ندخل بزاف لي ديتاي، ولكن جو بونس راكم فهمتوا باللي الجده هي سبب هذا الشيء، على خاطرش بعد الزواج تاع بنها وهي ما كانتش حابه هذاك الشيء، واون بليس تضارب مع خاوته وهرب عليهم مما لا انتقمت من مرته وتاني ولادها، ودرت لهم هذا الخماج باش جامي يفرحوا في حياتهم وما يكرهوا بعضهم. على خاطرش في واحد الوقت قالت لينا وال كنا ما نهضروش كاع مع بعضنا، كنا شغل ديروبو نروحوا الكوزينه ناكلوا نعاودوا نوليو نتخبوا في الشومبره. على كل حال نختم هذه القصه بلا حول ولا قوه الا بالله. واش راكم خاوتي، اسكو عجبتكم القصه؟ قولوا لي كلش في الكومنتار. هاد القصص خاوتي للاسف يصراو بزاف، ولكن ما تنسوش بيان سور هاد القصه درتها باش تستمتعوا برك. شكرا نوال اللي ما اسمكش نوال. شكرا بزاف هاد القصه، كوراج كبير باش تحكي لي قصه تاع العائله. وبيان سور خاوتي ماهيش تحكي لنا هكذا ومازالها ماهيش مليحه، الحمد لله دوكا ربي يحفظوا هذاك الراقي على خاطرش هناهم وصفاهم من هاد الشيء وعاودوا ولاو كعائله عاديه فرحانين بالحياه تاعهم. بيان سور اذا كان انت ولا انت راك جديد في القناه مرحبا بكم، هبطوا تحت ديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس باش تجيكم نوتيفيكيشن. والناس مازالو ما داروش لايك خاطر واش راكم تسناو، هبطوا تحت ديرنا اكبر لايك على هذه القصه. ما تنساوش تنضموا للعائله تاعي تاع نيمو تي في، الرابط تحت راكم تعرفوا الدخله كيفاش، وجربوا تجيبوا الباج خاطر هكذا باش تتمتعوا بلي كادو. ومازال الباج ساهل باش تجيبوه، والله لازمكم 30 جوهره برك اللي قادرين تجيبوها بالمجان. لازم برك تحوسوا على لي لايف تاع اندونيسيا تاع البرازيل اللي فيهم واحد الجيفت اسمه البيضه اللي يخليك تربح الجواهر 5 10 15 1500 انت وزهرك، انت تستحق غير 30 هدا ما كان. اي خاوتي تهلاونا في روحتكم بزاف بزاف، نتلاقاو السمانه الجايه في فيديو جديده يوميا في بث مباشر على 8 تاع الليل. اتحبوا